حصة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، أنا حلمت من فترة، حلمت إني والدة بنت، بس هذه يعني كنت كأني توني والدة وتعبانة، يعني ما أقدر أمشي وتعبانة، بس إن هذه البنت كانت سمينة وبيضة وجميلة، لكن يوم حضنتها ابتسمت لي، ولما ابتسمت لي بينت أسنانها بيضة ومصفوفة صفة، يعني مرتبة، وأسنانها أسنان إنسانة بالغة، يعني مو أسنان يعني طفلة ما حتى، يعني هي كلش طفلة صغيرة، بس أسنانها مرتبة ومصفوفة وابتسمت الابتسامة بينت كل أسنانها فيها. طيب خير إن شاء الله. متزوجة؟ لا مو متزوجة. طيب خير إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. نعم. معنا اتصال أم عبد العزيز، تفضلي. أم عبد العزيز، أم عبد العزيز، نعم انقطع الاتصال. طيب بالنسبة للأخت حصة، تقول رأيت بنت يعني كأنها جميلة وأسنانها يعني أسنان إنسان كبير. والله البنت بالنسبة لك أنت غير متزوجة، قد تكون وظيفتك، دراستك، شهادتك، لعل الله سبحانه وتعالى من عليك بالزوج، وقد تكون هذه بنت حقيقية، لكن الأسنان إذا كانت بارزة وجميلة ومصفوفة، ترابط أسري بين العائلة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم معنا اتصال. طيب إذا نقول أن أجمل ما في الأسنان في المنام إذا كانت الأسنان كهذه الرؤية الأخيرة، مصفوفة وبيضاء وليس فيها شيء من التشققات ولا التفرقة، فيدل بإذن الله تبارك وتعالى الترابط الأسري، فمن رأى كهذه الرؤية فليبشر بالخير وليطمئن قلبه ولتغر عينه، والعلم عند الله. معنا مسج. رأت أن كأن الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله تبارك وتعالى ومد بعمره، كأن دخل عليهم في البيت. طبعا دخول الأمراء في البيت يدل على دخول الخير، دخول الوجاهة، الغنى لأهل البيت، واسم عبد الله في المنام يدل على العبادة والصلاح والتوفيق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. مسج آخر. رأى كأن بيده ماء يسكب شيء منه والآخر يشرب منه. الماء في المنام يدل على الحياة، كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذا شرب من هذا الماء فيأخذ شيء من الرزق في هذه الحياة الدنيا، أما يسكب الشيء الآخر، طيب يسكب الماء يسقي 3 بطات، هذا جميل أيضا. البطات قلنا قبل قليل هي تجارات، هي زوجات، هي ذرية بنات، طيب ويسقيهم، هذا محبة وإحسان منه وتوفيق له في حياته الوظيفية والعائلية، والعلم عند الله. مسج آخر. نعم. رأت كأنها عليها شبكة صديقتها وهي لابستها وهي غير متزوجة أصلا، والله هذه بشرى خير، ما للصديقة من خير سواء في باب الزواج والذرية وكذا، سوف يكون لك أنت، والعلم عند الله تبارك وتعالى.